قبل أن تهبط الطائرة مطار الأبرق، طلب قائد الطائرة أن ندعو لليبيا ووحدة شعبها وأراضيها. وعند الوصول لمدينة بنغازي لم نجد إلا صموداً حقيقياً من جنود الجيش والشعب الليبي أمام خطر أشبه بتتار جديد. تحصنوا وتخفوا في عباءة الشعارات الدينية ليحطموا وينهبوا كل ثروات الشعب الليبي. لا تنخدعوا بشعاراتهم، فهي مفخخة بالألغام، ولا تأمن لحديثهم، فهم لم يصدقوا يوما. في كل منزل في بنغازي هناك شهيد أو أكثر، هناك من تلقوا النيران في صدورهم كي يحموا تراب ليبيا في مواجهة سيوف ورصاص وقذائف وصواريخ داعش. في بنغازي حكايات الشهداء لا تنتهي.